حل الفرح والسعد كالمزن همال بعد الليالي المظلمة والعصيبة. يا مرحبا واهلين يا طيب الفال، نورك علينا هل من بعد غيبة. حل الفرح والسعد كالمزن همال بعد الليالي المظلمة والعصيبة. يا مرحبا واهلين يا طيب الفال، نورك علينا هل من بعد غيبة. يا حي شوق يبهج الصدر والبال، يشفي جروح بالحنايا عطيبة. يا محمد غالي ويا شمل الأبطال، أنت غلان اللي غمرنا بطيبة. خرجت من سجنك وكان الغياب طال، واليوم فرحتنا بشوقك رحيبة. الحمد لله ربنا الولي العال، من فك قيدك والظروف الصعيبة. أنا أشهد أنك كفو في كل الأحوال، يا محمد الحمود ولك زود هيبة. في ذمتي أنك سوات ألف رجال، ما ينحني راسك ولا في سعيبة. من نسل شيخ لا ثقيلة شيال، حمود وحمود له مكانه هيبة. وامك دعاها لك كمال مثل همال، ودموعها طيلة غياب السكينة. يا ام محمد فرحي الطيب الغال، لليوم عاد صرت منه قريبة. واهلك يا محمد في رجوعك والاقبال، قلوبهم في شوقتك مستطيبة. واخوك اللي هو من خير الرجال، رجال دايم يعشقون الصعيبة. يا ماجد الغالي ويا شمل الأبطال، انت غلانا اللي غمرنا بصيبة. فرحتنا وقتك ما لها ند ومثال، وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-02-01. وخوالك اللي تاريخها مجد وفعال، واللي نخاهم له يقود كتيبة. واختامها يا مرحبا ولو تال، في رجعتك للدار من بعد غيبة. حل الفرح والسعد كالمزن همال بعد الليالي المظلمة والعصيبة. يا مرحبا واهلين يا طيب الفال، نورك علينا هل من بعد غيبة. يا حي شوق يبهج الصدر والبال، يشفي جروح بالحنايا عطيبة. يا محمد الغالي ويا شبل الأبطال، أنت غلانا اللي غمرنا بطيبة. خرجت من سجنك وكان الغياب طال، واليوم فرحتنا بشوقك رحيبة. الحمد لله ربنا الولي العال، من فك قيدك والظروف الصعيبة. أنا أشهد أنك كفو في كل الأحوال، يا محمد الحمود لك زود هيبة. بذمتي أنك سوات الغراجات، ما ينحني راسك ولا في سعيبة. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-02-01. ودموعها طيلة غيابك سكينة. يا أم محمد فرحي الطيب الفال، لليوم عاد صرت منه قريبة. واهلك يا محمد في رجوعك والاقبال، قلوبهم في شوقتك مستطيبة. واخوك اللي هو من خير الرجال، رجال دايم يعشقون الصعيبة. يا ماجد الغالي ويا شمل الأبطال، أنت غلانا اللي غمرنا بطيبة. فرحة خواتك ما لها ند ومثال، يهدين لك ورد السلامة وطيبة. وعمانك دروم البشر خير الرجال، وقفاتهم عند المواقف رهيبة. وخوالك اللي تاريخها مجد وفعال، واللي نخاهم له يقود كتيبة. واختامها يا مرحبا ولو تال،
العروسة هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021.